ميثاق العمل الوطني صدر بعد خطوات مدروسة بحكمة القائد، حيث عمل جلالة الملك المفدى على إبراز التغيير السياسي من خلال تعاضد الإرادة الملكية السامية بطموح الشعب. لم يكن ميثاق العمل الوطني بدعا من الخيال عندما أطل بإشراقته على الملأ، بل جاء من خلال رؤية ثاقبة استشعرت ضرورة التغيير السياسي وكتابة فصل جديد بأحرف من نور في تاريخ البحرين العريق. ولأن سياسة الشفافية شعار طرحه جلالة الملك المفدى منذ توليه حكم البلاد في مارس من العام 1999، فقد كانت قبل تنفيذ الميثاق والتصويت عليه خطوات كان لها السبق في امتزاج الإرادة السامية بطموح الشعب. فالقيادة السياسية لم تفرض ميثاق العمل الوطني من أعلى، فقد جاء وضع الميثاق ثم إقراره عبر الاستفتاء العام وفق نهج تدريجي ورؤية واضحة بدأت بالاجتماع بالرموز الثقافية في المجتمع وممثليه في مختلف المجالات، وتلا ذلك اختيار صفوة المجتمع على اختلاف مشاربهم للبحث في هذا الميثاق ومنحهم الوقت الكافي لدراسته وتقييمه والحرية الكاملة في الإدلاء بآرائهم عبر الاستفتاء. في الوقت ذاته أتاحت القيادة البحرينية متسعا من الوقت ما بين إقرار مشروع الميثاق من جانب اللجنة العليا وما بين موعد استفتاء الشعب عليه لإتاحة الفرصة لجميع المواطنين للبحث والنقاش وتكوين آراء مبنية على حقائق وفهم للميثاق من جميع جوانبه. كما دعم جلالة الملك المفدى هذا الحوار الشامل بقيامه بزيارات لمناطق كثيرة من البلاد، وكذلك استقباله أكثر من مرة رموز المجتمع البحريني من جميع الفئات والطوائف وتلمس رؤاهم ومقترحاتهم عن مسيرة الإصلاح. وأظهرت هذه الزيارات مدى التفاف الشعب البحريني حول جلالة الملك المفدى وتوجهاته الإصلاحية ومشروع الميثاق الوطني. صدر الأمر السامي من عاهل البلاد المفدى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في 23 من نوفمبر من العام 2000 بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني لخوض مرحلة جديدة من العمل الوطني في البحرين، وبعدها بشهر تم الاحتفال بانتهاء اللجنة من إعداد مشروع الميثاق. وفي 23 من يناير من العام 2001 دعا ملك البلاد المفدى المواطنين رجالا ونساء إلى المشاركة في الاستفتاء على مشروع ميثاق العمل الوطني يومي 14 و15 من فبراير من العام 2001. وفي 16 من فبراير من العام 2001 صادق جلالة الملك المفدى على نتائج الاستفتاء الشعبي النهائية بشأن مشروع الميثاق الوطني، حيث وافق الشعب البحريني على ميثاق العمل الوطني بنسبة 98.4%، وكانت المشاركة الشعبية عالية إذ بلغت 90.3% من المؤهلين للتصويت. لقد كان الميثاق الوطني بمثابة ذروة التطور الديمقراطي، وقد وصفه جلالة الملك المفدى بأنه كان فتحاً جديداً في تاريخ البحرين.